في اوضه هتطلع كان السلم ما فيهوش اي حاجه، ويعني هي الكاميرا مصوراه. طبعا الشارع ثابت، نركز بس على الحته اللي انا هعمل عليها دي دلوقتي. القطه طلعت قعدت، اللي هيظهر الحته دي فيها الشيطان او الجن اللي هيطلع، الخيال بتاعه هو اللي هيظهر على الحيطه، فنركز كويس قوي. القطه هي قاعده عاديه جدا اهو، طلع من هنا، طلع من هنا كده تمام. هيبدا يتحرك دلوقتي، الناس اللي يعني ده خيال وهيبدا يتحرك دلوقتي. ايوه ده شكله، لو دققته شويه كده كمان هتعرفوا الشكل بتاعه. يعني مش عارفه يعني لو كده هاخد لكم بالكاميرا الاصليه. وابتدى يوطي نفسه اهوت ويتسنط كانه بيتسنط على حد، ونزل لتحت، نزل لتحت هنا كده، واقف هنا في الحته دي. بس تمام. دلوقتي في حد هيطلع هو هيبص عليه، هو كانه باصص عليه. دلوقتي الحمار طالع بعيد، طبعا ده عندنا في البلد، هيبدا يبص عليه وهياخد بعضه وهينزل بسرعه. نزل بسرعه، خرج قبل ما الحمار يبقى يكون شايفه، عشان لو الحمار شايفه هينهق.